دكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات السياسية. أهلا 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 بيك يا دكتور. أهلا ثلاثة زي ما حضرتك بتقول لي. أهلا أستاذ يوسف. إزي حضرتك؟ كله تمام؟ الحمد لله. والله الحمد لله. دايما كنت انا لسه حالا بتكلم على ان احنا عندنا علاقه كبيره جدا ما بيننا وما بين عمان، والعلاقه طويله اطول حتى مما قد يذكره اجيال اولادنا دلوقتي، انه العلاقه طويله تمتد ممكن لحوالي 3 أو 4 قرون مضت كمان، وانه سلطنه عمان من أهم الدول بل ومن أجملها كمان، مش بس في المنطقة العربية، الحقيقة إنها دولة كمان جميلة بشكل عام على مستوى العالم، لديهم حاجات كتير جدا. لكن أنا بتكلم النهاردة على الزيارة في قصر الاتحادية القاهرة، واللي جت تقريبا تالية على قمة جدة وإصدار إعلان جدة. العلاقات المصرية العمانية تمثل نموذجا للعلاقات المصرية العربية والعلاقات العربية البينية في مجملها. نحن نتحدث عن دولة صديقة لمصر في فترات زمنية مختلفة. واللي عايز أقوله أستاذ يوسف إن خلينا نتكلم عن التاريخ القريب مش التاريخ البعيد. يعني عندما اتخذت الدول العربية قرارا بقطيعة مع مصر بعد زيارة الرئيس الراحل محمد أنور السادات لإسرائيل، كانت سلطنة عمان واحدة من 3 دول التي لم تتخذ مثل هذا القرار. وكانت هناك تصريحات مختلفة للسلطان قابوس بأن يعني مصر عنصر أساسي من محيطها العربي. صحيح. النقطة البالغة الأهمية في علاقات مصر بسلطنة عمان، حضرتك بتتكلم بقى دلوقتي إن هي جاءت بعد القمة. أولا هناك تشابه في المدركات السياسية لقيادات كل من البلدين تجاه التعامل مع الأزمات والمخاطر المحيطة بالمنطقة. يعني نجد أن كل من البلدين بيأكدوا على فكرة الدولة الوطنية. حتى تصريح سيادة الرئيس كان في القمة العربية بيعيد تأكيد ذلك. ولذلك تلاقي أن الكتابات الأجنبية بتتكلم أن جزء من عقيدة السيسي فكرة الدولة الوطنية. صحيح. وده نفس المشروع اللي بتدافع عنه دولة زي عمان. جزء تاني مرتبط بالتشابه التسوية السلمية للصراعات المصنعة في المنطقة العربية. مظبوط. الاتنين ما بيتورطوش بأي شكل من الأشكال بالانخراط في نزاعات مسلحة مصارة، رغم أن المحيط الجغرافي القريب والبعيد بيفرض عليهم التدخل. يعني تيجي تشوف حلق مصر بالنسبة لليبيا، بالنسبة للسودان، بالنسبة في غزة، تلاقي نفس هذا الوضع بالنسبة لسلطنة عمان، التأكيد على فكرة المشاعر الحميدة. ولذلك نجد أن مصر وسلطنة عمان بيصنفوا منه ميسرين للمحادثات، بيئة آمنة للتوصل لحلول تفاوضية ما بين فرقاء أسرى. النقطة البالغة الأهمية إن بخلاف تطوير العلاقات الثنائية اللي أنا تحدثت عنهم، اللي جزء منها سياسي وجزء منها أمني، لكن في جزء آخر مرتبط بإن الدولتين كانوا لعبوا دور كبير، بعضها ظاهر وبعضها غير ظاهر، في مسألة العودة السورية لجامعة الدول العربية. أيوه. طبعا في دور كبير طبعا لعبته المملكة العربية السعودية وتليين مواقف بعض الدول الخليجية نسبية. لكن مصر وسلطنة عمان اللي هم أولا كان في محادثات سياسية بشكل أو بآخر، في حالة مصر كانت غير مباشرة، لكن كان في قنوات اتصال على مستوى الأجهزة الأمنية والأجهزة السيادية للدولة المصرية مع دمشق. مصر لم تتخذ، وهنا بتتشابه مع سلطنة عمان، لم تتخذ أي موقف مناوئ لإسقاط النظام السوري أو دعم المعارضة المسلحة. صح. أو أن تقوم بتمويل أي جهة من إثارة عدم الاستقرار في الداخل السوري. وده اللي بنلاقيه في موقف سلطنة عمان اللي مخالف بشكل واضح لبعض دول الخليج، اللي هي خدت موقف سواء بدعم جهات أو حتى يعني في مخالفة النظام القائم ونقلها وإغلاقها من دمشق.
اللي عايز اقوله هناك مجموعه من المحدد، لكن في بقى محدد ثالث عايز اقوله وهو مرتبط به ربما ربما انطلاقا من تحليل وليس استنادا الى معلوم. اوكي. النقاش حول جوهر العلاقات العربيه الايرانيه في المرحله المقبله. تشار بعض التحليلات الى ان هناك احاديث على مستوى رسمي او مستوى غير رسمي ما بين مصر وايران بعد التوصل الاتفاق ما بين السعوديه وايران، على الرغم ان ده مش مرتبط بده كتير. انطلاقا احنا بنتكلم على دول كبيره في الاقليم الشرق الاوسط، دول كبيره معروفه يا استاذ يوسف. طبعا. مصر، السعوديه، ايران، تركيا، القوة اللي هي ليها. انا اعتقد ان جزء من المحادثات سوف يتم التطرق للعلاقه مع ايران، لان كما تعلم حضرتك ان جوهر العلاقات العمانيه الايرانيه علاقات وثيقه. طبعا. وفي مجالات مختلفه. طبعا. جزء منها سياسي، جزء منها عسكري، جزء منها اقتصادي، جزء منها ثقافي. لان سلطنه عمان كدوله كبيره ترى انه من المتعذر معاداه طهران. ولذلك نجد ان السلوك العماني تجاه ايران مختلف بشكل صحيح. كبير عن السلوك بالنسبه للسعوديه والبحرين من ناحيه، او بالنسبه للكويت في مرحله وسط، او حتى بالنسبه للامارات وقطر. ان عمان ترى ان كان هناك دعم من جانب ايران للسلطان قابوس في بعض المراحل لدعم لمواجهه لاثاره بعض القلاقل. هو لانه عمان يمكن حتى انا كنت زمان، يعني اسف على المقاطعه، انا اتذكر مره زمان يمكن من حوالي 7-8 سنين كنت بصف عمان، مش متذكر الموقف السياسي، باعتبارها جنيف العرب، يعني هي نعم. بلد دائما هادئ النبرة السياسية جدا، متوازن جدا في علاقاته بالدول العربية، بالقوى الإقليمية، حتى بالقوى الدولية، بلد ما شاء الله أدام الله عليهم الاستقرار، يعني صفر مشاكل لعشرات السنين. وبالتالي العلاقة ما بين مسقط القاهرة هي علاقات معززة من كل اللي آخر في دوره، أن مصر أيضا من 2014 بتلعب دور شديد الأهمية في تصفير مش بس مشاكلها ولكن مشاكل المنطقة من خلال بعدها الإقليمي ودوائرها الحيوية المختلفة. أنا بشكرك أولا دكتور، كل الشكر ليك دكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات السياسية.